نغتنم هذه الفرصه باسمنا كمنخرطين ومؤسسين للمنظمه الديمقراطيه للفلاحين الصغار باقليم زاكوره، اصاله عن نفسي ونيابه عن جميع اعضاء المكتب والمنخرطين، نتمين عاليا المبادره الملكيه الساميه ديال جلاله الملك نصره الله اللي خصص واحد المبلغ هام لتعويض المتضررين من الفيضانات الاخيره اللي عرفتها بلادنا وخاصه الجنوب الشرقي. هذه المبادره هي اللي حيات فينا في النفوس ديالنا نحن كفلاحين صغار داخل الاقليم زاكوره الامل، وزاد سميتو ديالنا بعد تجاهل الحكومه المجموعه ديال الخسائر اللي عرفها الاقليم ديال زاكوره واللي سببت فيها الهيجان ديال بعض ديال الوديان لغياب مجموعه من السدود التليه والعتبات، واللي دات واحد الخسائر في الممتلكات والسكان ديال ساكنه تاغونيت وضياع مجموعه ديال الممتلكات ديال الفلاحين الصغار في منطقه الفيجه. هذه الالتفاته المولويه سي بوستا احيت في نفوسنا كفلاحين وكمواطنين رعايا جلاله الملك الامل، لان كنشوفوا بان مجموعه السيد وزير الفلاحه جا حتى الوزازات ولم يعاني سميتو باش يجي غير يتفقد ما سببته هذا الوديان وهذه الفيضانات اللي كتحمل فيها وزاره الفلاحه كامل المسؤوليه بعدم بناء منشات فنيه وسدود تليه للحد من الخواطر ديالها، ورجع ما جاش انه غير وسيله، ولكن الحمد لله اننا في الدوله ديال المؤسسات هناك المؤسسه الملكيه وجلاله الملك والاسره العلويه اطال الله في عمرها.